قال المتحدث الرسمي باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أن حواراتنا وتفاهماتنا ثابتة ومستقرة، ونعتقد أنها ستنتج كتلة أكبر سيتم إعلانها في الأيام القليلة القادمة، مبينا أن القسم الأكبر من القوى الوطنية ستكون ضمن مشروع الفتح في القضاء الوطني أو الفضاء الوطني والذي تم طرحه وما زلنا نتمسك به. وأضاف الأسدي أن هناك تفاعلا واستجابة كبيرة مع مشروعنا، لافتا إلى أن أبوابنا مفتوحة لجميع القوى السياسية الرغبة في الاشتراك معنا في الكتلة الوطنية.